عفوا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للاخوه من جمعيه السائق المهنيين العرائش والاخوه من جمعيه ديال اغاثه. الحضور ديالهم في هذا اليوم ديال الفعاليات ديال اليوم الوطني للسلامه الطرقيه كان هو بالحضور ديال الاخوان ديالي هنايا بالمحطه الطرقيه بطبيعه الحال، الموظفين المستخدمين، وكذلك الاخوان ديال القسم الصحي اللي حضروا معنا كذلك، وجميع الجناد والاخ العبادي والاخوان المنشطين. اليوم داز يوم رائع وفيه تحسيس وفيه توزيع مجموعه من التوجيهات وكذلك مجموعه من الادوات على البساطه ديالها، ولكن كان فيه الجانب التوعوي اكثر. هاد الانشطه كنتمنى الاستمرار ديالها والدوام ديالها، لان هذا فضاء رائع خص المجتمع والجمعيات نحسوا به بروحنا. حنا اللي هنا في المحطه الطرقيه كنقول مرحبا عند الاخوان كاملين، وهذا مفتوح الدعوه وفضاء مفتوح لجميع الفاعلين ينشطوا من خلال انشطه جميله بحال هذه. كنتمنى التوفيق للجميع، ومرحبا بالجميع عندنا في المحطه الطرقيه، وتحيه للاخوان وشكرا.